انه تعثرنا امام سريع واتزم الجيش، يمكن كانت مقابله مقبوله امام الجيش اللي عندنا مقابله في المستوى، امام الراك ما قدمناش مستوى جيد، وبالتالي دائما هناك تساؤلات، يعني ما يمكنش عموته انه يغير الخطاب ديالو من اسبوع لاسبوع. انا قبل اسبوع تكلمت بعد المقابله ديال الراك على انه بعض اللاعبين ما اداوش بشكل جيد، يمكن ما كانش عندهم، عندهم كاين امكانيات، كاين امكانيات اللي هي فنيه، ولكن ما اللاعبين ما حضروش الحماس، ما بينوش الاراده ديالهم على انهم ياخذوا المكانه ديالهم في فريق ديال الوداد. انا اظن انه ستكون تغيير ان شاء الله، يعني في المركز تكون تغيير اكيد.